اسمه لما انا قريت الاسم والتعريف بيه لقيت مبتكر المنهج العقلي في الرياضيات وشاعر. كلمة شاعر فاهمها أنا شخصيا، إنما مبتكر المنهج العقلي في الرياضيات أنا عايز أفهمها لصاحبها الأستاذ أسامة البيوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أشكر الحضور وأشكر أستاذ علي والشاعر الكبير الأستاذ حسن وأقول له ألف مبروك، والشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم وأشكر كل الحضور. بالمناسبة طبعاً يعني أنا جاي هنا بقيمة بسميها عن نفسي هي عملية نقاء وانتقاء للأذن بالكلمات الراقية. طبعاً مش جاي أتكلم عن المنهج العقلي، ولكن يعني عشان أستاذ علي يتكلم فأنا أحب أوضح إيه هو المنهج العقلي للرياضيات. طبعاً إحنا عندنا يعني مشاكل كتير جداً في منظومة التعليم، فكان علينا إحنا كمصريين كل نظريات التعلم اللي إحنا تعلمناها ودرسناها في الجامعات لكل المتخصصين في كليات التربية أو كليات الآداب كانت للأسف نظريات أجنبية. نظرية الجشتر ومؤلفها وغيرها وغيرها والسلوكية وغيرها وغيرها. فإحنا قلنا ليه إحنا كمصريين وإحنا كعرب إحنا ليه ناخد من نظريات التعلم الأجنبية اللي بقالها مئات السنين. فبحثنا في القرآن الكريم فاهتدينا من سورة الكهف إلى المنهج العقلي بألغاز العددية في سورة الكهف وما لها من أسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكانت هداية الله لنا المنهج العقلي في الرياضيات. استطعنا بفضل الله بالمنهج ده بعد تطبيقه من الحقل الميداني أن نرتقي بعقل الطالب في فجوة زمنية قدرها 5 سنوات. بمعنى يعني لو طالب أولى ابتدائي بعد كورس الرياضيات بيكون عمره الزمني 5 ابتدائي وبيمتحن فعلا في مناهج 5 ابتدائي. لو كان في 5 ابتدائي بيمتحن في مناهج ثانوية عامة وفي نفس السن وفي نفس الزمن. هي عملية تنمية قدرات عقلية لطلاب مصر وخصوصا طلاب مصر. عملية تنمية قدرات عقلية بمعنى إن الطالب يقدر بعقله دون الاعتماد على أي وسائل أخرى سواء الورقة والقلم أو الآلة الحاسبة على حل جميع المشكلات وليست الرياضيات فقط. يعني إحنا بنخص بنعلمه مبدأ تفكير إزاي، مبدأ تفكير عامي طبق بلغة الرياضيات، ولكن هو منهج حياتي أو منهج حياة يتعلمه الطالب في الصغر فيتحول من طفل إلى شاب، يتحول من نشء صغير إلى مبتكر كبير، ويقدم لنا في نهاية الكورس نماذج وبرامج اختراعات وقد حصل عليها الطالب سيد أسامة والطالب عمر طارق على براءه اختراع من علم الرياضيات، وان شاء الله تقدم البحث العلمي قريبا. وعندنا الطلاب قدروا بفضل الله يحطموا الرقم القياسي في موسوعه جنس الارقام القياسيه، وان شاء الله نشوفهم على قناه الحدث قريب في حلقه تلفزيونيه. تشرفت بحضور الدكتوره صفاء كانت معنا في المؤتمر. ففعلا هو منهج ابتغي وجه الله فيه الى طلاب مصر وان يحققوا الابداع العلمي والهدف من العلم. وبالمناسبة الكريمة لو تسمحوا لي أقول كلمة صغيرة في هذا الجامع الكريم. احنا طبعاً سمعنا العازف الجميل ونشكره على يعني تطهير الأذان من التلوث السمعي، فأشكر حضرتك شكراً جزيلاً. طبعاً هنا هقول يعني عنوان القصيدة بشيء يعني هاخده منه، هقول أحبار تتراقص بلا وطن. هيا هيا أيها الكلمات نادي على الأحبار أمك وسيل وتمايلي وارقصي ما شئت فرقصك بدون وطن بدون موسيقى بدون أثر. سيرى سيري ولكن تمهلي فقد تمل السير ذات يوم ويقلب على أمرك النوم وقضية يعني بخسرة وتدوب صفحات الكتاب وتتبحسر أشلاء الحروف في غيارات الصحراء وتتركيني
وتتركيني أبحث عنك عمرا يراهقني فيه الفناء. فإن تابك الملل فلن أتركك هباء، ولك نداء من عقلي البعيد. فعندما تهيمين بين رمال الليل وتكاد أن تحتضرين، فاهتزي على نبات الصبار. فعندي طرح الصبر أزهار، كنت غرستها ذات يوما بين القصائد والأشعار. وعندما تستجمعي قواكي، جمعي حروفك في كلمة، في جملة، ودعيني أقرأها معاني تتلاءم وجراحي. نزفت عليك أحباري، وما دمي إلا من هذه الأحبار. أخاف أن تنضب ولا أجد في بحر عينيك فنار، وأغرق بين أموالك وأصبح ذكرى باحث ضاع عمره في وادي السراب. يا من نسبت لها من قصائدي ثياب، يا من وضعت لها بين الأماني كتاب. كفي عن الأنين والآثار، فما دم عيني إلا قلوب تتساقط من عيني. وما أراك الله دمع زيحس، فبكائه يدمع له الزهر اليانع. ورحماك بقلب قد تبدو كلمة شاردة بين الكلم، أو جملة ضارة بين حلو الجمل. فإما أن تدع الله أن ينزع الحس مني، أو أزرع الصبار بطريق القلم. لأنك تنسي دائما أن يديك تحمل الأوتار والنمل، وما أن ألقيتها بقلبي تنمو شجرة تلتهم كل الألم. هيا ازرعيها قبل يفوت الأوان وتحل المدى. وإن أردت حين ذاك أن تنصري، فقد شهدت العدم. فعينيك السكن والأهل والوطن، فكيف تبيعي الأمان وتبتاعي من الزمان الثمن؟ شكرا. الدكتور مصطفى اليوشي.